بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد النبي الكريم. أبنائي الأعزاء، أهلا وسهلا بكم. كما أرحب أيضا بأخواتي الأمهات اللي معايا في الفيديو، أمهات تلاميذ السنة الثانية ابتدائي. نظرا للطلبات الكثيرة الحقيقة على السنة الثانية، قلت نحمل لهم وحاولت نخير النماذج اللي فيها تمارين فيها منوعة. يعني أنا لا أنتقي النماذج هكذاك، بالعكس نشوف النماذج اللي يكونوا فيها التمارين منوعة. التمرين نبدأ مباشرة به، ما نطولش عليكم. التمرين الأول هنا نبدأ بهذا ثم هذا. ضع العلامة المناسبة أكبر أو أصغر. كما شرحت في فيديو سابق أنه كثير من الأولاد خصوصا في هذا السن هم مازالوا ما يفرقوش بين أكبر وأصغر. احنا دائما 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 نقول العلامة كما قلت لكم في فيديو سابق، أنه نتخيل هذه فم تمساح، هذا فم تمساح راهو دائما داير للأكبر، يروح دائما للأكبر. العلامة يعني وين يكون الرقم الأكبر الدور هذه العلامة. هنا عندنا 42 63، أين هو الأكبر؟ هو 63، بالتالي العلامة فتحة فمها إلى العدد الأكبر. نشوفوا هنا كيف نقراوها، نقراوها 42 أصغر من 63، هنا 30 و25، العلامة تكون فتحة فمها للأكبر، ها هي نقراوها 30 أكبر من 25، هنا 76 و55، هنا وين تكون العلامة فاتحة فمها للأكبر، وهكذا بسيطة جدا. هنا 12 و87، 87 هي الأكبر، يعني تكون العلامة هكا دايرة للأكبر. إن شاء الله وليداتي تكونوا فهمتوا. هنا نرتب من الأصغر إلى الأكبر. الأصغر لدينا 30. أولادي هنا لازم قبل ما تبدأوا ترتبوا تقرأوا جميع الأرقام، جميع الأعداد عفوا، تقرأوا العدد من العدد الأول للعدد الثاني باه ما تخطئوش. لدينا 67، لدينا 85، ولدينا أكبرهم هو 96. لاحظوا أولادي اللي هنا التمرين هذا، هنا واش عطانا؟ ثم هذا تعرفوا بلي هذا رمز الوحدات وهذا رمز العشرات. هنا ما مدليش اعداد، مدلي الرمز، وهذا درتو منه تمارين كثيره راهي موجوده في الكتاب. اللي هنا كم لدي من وحده؟ لدي وحده، 2 3 4 5، اكتب 5. وهنا كم لدي من عشره؟ لدي 10 2 3 4، اكتب 4. يعني هنا العدد ما هو؟ هو 45. هنا كم لدي من وحدة؟ لدي 4 وحدات، 4. وهنا كم لدي من وحدة من عشرة؟ لدي 3. إذن عندما أجمع، أجمع الوحدات مع بعضها، تحبوا تجمعوا منها اللي سريع في الحساب، 5 زائد 4 يحسبها مباشرة. اللي مش سريع في الحساب كيف نحسب؟ نحسب الوحدات مع الوحدات والعشرات مع العشرات. إذن 1 2 3 4 5 6 7 8 9، أضع 9. ولدي العشرات كم؟ 1 2 3 4 5 6 7، ولدي 7. هنا عندما أتأكد من العد 4 زائد 3، لا نبدأ بالأحد مثلا، 5 زائد، قلنا الأحد مع الأحد، زائد 4 تساوي 9، و3 زائد 4 تساوي 7، يعني 79. هنا أبنائي لدينا، هنا انتبهوا مليح، أتمم إلى العدد 100. أنا لدي ترسموا، ندير لكم مثال الأول، مثلا نرسم هذه 10 وهذه 10 وهذه 10 وهذه 10 وهذه 10، لازمني نرسم 6 عشرات، خي 60 هي 6 عشرات، 1 2 3 4 5 6،
أنا حاب نكملهم إلى 100، هادو 6 اللي عطاهمنا هو، لازم نكملها إلى 100. كيف أكملها إلى 100؟ أضيف العشرة السابعة والثامنة والتاسعة والمئة، هذه هي المئة. إذا لدي 10 عشرات، لو نحسبهم نلقاهم هنا 10 عشرات، يعني 6 عشرات هذو اللي هما 60، كم أضفت لها؟ أضفت لها 4 عشرات، 4 عشرات هي 40. وإلا طريقة أخرى، طريقة أخرى سهلة، احنا اللي هنا لدينا 100 ولدينا 30، نحسبها كأني راح نكمل إلى 10، نحسب كأني 3 قداه نزيد لها به تصبح 10، نحط 3 في رأسي وأحسب 3 راهي في رأسي، 4 5، منين بدينا؟ بدينا من 4، لماذا؟ لأنه 3 راهي في رأسي، 4 5 6 7 8 9 10، يعني كم أضفنا؟ أضفنا 7، يعني أضيف 7 هنا ولا أنسى الصفر، وهكذا. هنا ماذا لدي؟ لدي 20 زائد 30، هذه بسيطة جدا تساوي 50. لدي 10 10 10 10، 5، هام 5، 5 عشرات. كم أضيف لها كي تصبح 100؟ كي تصبح 100 اللي هي 10 عشرات. لدي 1 2 3 4 5، أضفت لها 5، 5 عشرات اللي هي 50. التمرين الخامس، طول الخط الأزرق بالسنتيمتر، ما هو طول؟ هنا أقيس بسيطة جدا، ها أضع الصفر اللي هنا في نهايته تماما كي لا أخطأ، يساوي 12 سنتيمتر. هنا الأحمر يساوي 7 سنتيمتر، هنا الأسود يساوي 9 سنتيمتر، يعني أطول خط هو الخط الأزرق. هنا في الوضعية ماذا لدينا؟ في القسم 15 ولد و13 بنت، ما هو عدد تلاميذ القسم؟ سهلة جدا جدا، العملية هي عملية زائد، 15 زائد 13، فقط ألاحظ الصورة، نعم هي في الصورة، تساوي 28. هنا أبنائي لازم تكتبوا الجواب، عدد تلاميذ القسم هو 28. غاب عن القسم 7 تلاميذ، غاب عن القسم 7 تلاميذ، كانوا عندنا 28 تلميذ، ما جاوش، يعني نقص عدد التلاميذ. عندما نقول نقص، العملية ما هي؟ هي ناقص، غاب، ما جاوش، ماشي زادوا، غابوا يعني نقصوا. ثم تكونوا في قسم 25، 5 من زملائكم ما جاوش، كم تبقاو؟ تبقاو 20. احنا اللي هنا عندنا في القسم 28 ناقص، لانهم نقصوا 7، ماذا لدينا؟ يبقاو 21 تلميذ. عدد التلاميذ الحاضرين هو 21. أبنائي الأعزاء، إن شاء الله يا ربي تكونوا فهمتوا درس اليوم وهذا النموذج اللي خيرته لكم. تمنياتي للجميع بالتوفيق، ونروح نحضر لكم نموذج آخر في اللغة العربية. في أمان الله.